يعطيكم العافية. راح نبلش هسه بالاي سي كونتنجنسي اناليسيس للسيستم تبعنا، ونفس السيف ان دبليو تو سيف. ببساطة شو يعني اي سي كونتنجنسي؟ ببساطة بدنا ندرس السيستم ايش صار فيه لو صار مثلا شلنا لاين عن الخدمة، شلنا اشي عن الخدمة، صار مشكلة. ببساطة يعني ثواني اوكي، لو صار اشي او مشكلة في السيستم، يعني فصل لاين، فصل لاينين، فصل باص، او هو بيشتغل على فصل اللاينز، يعني شو بصير بالسيستم؟ هل بصير في اوفرلود؟ هل بتصير الفولتج تتعدى حد معين؟ مش إلنا هون بالباص، طلب الباص شو مكتوب مثلا، بعدين بنعبيها بنعبيها، بس انه في مثلا في ماكسيمم فولتج هون مثلا، في مكان انه يعني ماكسيمم او مينيمم تغير معين الفولتج، اوفرلود للترانزميشن لاين تبعنا. فهي الشغلات لازم نعالجها. طيب بالنسبه للاي سي كونتنجنسي، شو الشغلات اللي لازم اعبيها؟ في شغله مهمه جدا اللي هي نروح على البرانشز اي سي لاينز. خلينا نروح على الاي سي لاينز فنشوف معبيه ولا لا. معبيه، مش لكلهم بس معبيه، اللي هي الريتنج. الريتنج لهم لازم تتعبى. الريتنج لهم شو مالها؟ لازم تتعبى، لازم ايش تتعبى. ليش؟ لانه هسه بنشوف، لانه احنا بنشوف، انا شو حكيت الكونتنجنسي اناليسيس، بتشوف هل صار اوفرلود على اللاين ولا لا. طب انا شو بعرفني كم الكباسيتي لللاين؟ فهو بيحكي لك ان الكباسيتي 1200 مثلا لهذا اللاين، 1200. نحكي عن بعدين ريتنج 1 وريتنج 2، يعني هاي مرات انه بقول لك في شويه يعني هيك مارجن انه بيعتبروش اوفرلود، فاحنا مرات بنشتغل على ريتنج 1 مرات على ريتنج 2، وبنشوف بنشوف يعني مش مهم. هو بعاد بيعطيني ريتنج واحد يعني، بنعبيه بريتنج 1، واذا بدنا ننقله بنحطه نفسه بريتنج 2، يعني 1200 1200 مثلا. المهم مثلا كان 100 او مش 100، كان 1000، فجأة صار بعد ما صار كونتنجنسي. شو يعني كونتنجنسي؟ فصل لاين مثلا من اللاينات هذول، صار فصل لاين، هذا صار مثلا 1400 هذا اللاين الاول 1400، هل هون صار في مشكلة؟ صار مشكلة لانه تعدى ال 1200، صار اوفرلود عليه، صار اوفرلود عليه. فهون بدنا نهتم بالكونتنجنسي تبعته، يعني بدنا ننتبه، يعطيني البرنامج انه ها لو فصل لاين بدك مثلا تنتبه، حيصير كذا كذا كذا. اوكي؟ طيب. ريت 2 اي 2 از من بي اي و اوكي خلاص تمام، هنبلش. بس بدي احكي عن شغله هيك يعني خارج الموضوع، خارج الموضوع، بس مثلا لو انت هون يعني خطرت لي هسه مشان ما انساها، لاحظوا هون اللاين بالبير يونت. لو انا ما عندي البير يونت، معي الاكشوال، شو بتعمل؟ كيف بدي اعبيها اكشوال؟ كل شيء موجود هون بالبروجرام سيتنجز، يعني تروح على البروجرام سيتنج، تروح على جنرال. لاحظوا الفولتج اوتبوت اصلا مش موجوده بالبير يونت، برضه الفولتج بيطلع لنا 1.02 وهي والانبوت 1.02 1.03. اذا بدي اياها بالكيلو فولت تحطها عادي كيلو فولت مثلا، والترانسميشن لاين انبوت اللي هي هاي بالاوم. اوكي، والديفولت ريتنج هيو ريتنج سيت 1، هذا الديفولت، مش بقدر احط ريتنج 2 الموجود زي ما بدي. فالمهم احط اوكي. لاحظوا القيم هون صارت بالاوم. روح على الباس والاكويبمنت، شوف الفولتيات كيف صارت، 520 504 22 صارت بالكيلو فولت. لكن يعني كنا متفقين انه بالوير يونت ايش احلى واحسن واوضح كل شيء. اوكي، هاي اوضح يعني. طيب نرجع للبرانشز. اوكي هيو تمام تمام. طيب هنشوف الكونتنجنسي شو نعمل. اولا نروح على باور فلو مش سوليوشن، لينير نتوركس، كرييت اند موديفاي سب مونكون اند كونفيجريشن فايلز. نروح عليها وبنعمل التالي، نعمل التالي. الابند هاي بشيلها، والابند هاي بشيلها، والابند هاي بشيلها. بعدين بختار اسم السيستم، بسميه سيستم 1 مثلا، وسلكت السيستم اللي بدي اعمل عليه دراسة الكونتنجنسي تبعتي. هون عبارة عن السيستم، عبارة عن 3 areas، يعني مثلا بس 101 ل 202 او 201 ل area 1 والباقيات ل area 2. هو مش زي هيك بس كمثال انه كله مفصل ك areas ك areas. فانا بدي مثلا area هاي ادرسها و apply، طلع بس اعمل apply كله وروح لانه بدي يدرسها هي لحالها. اوكي select، عملنا select للسب سيستم اللي بدنا ندرسه. تقدر تختار مثلا 4 بس انا هيك بختار مثلا
اسيست يعني اريا معينه. طيب هلا ديسكريبشن فايل لازم سب سيستم ديسكريبشن فايل، في فايل هون لازم نسيبه، هذا وظيفته يسيب اسم السب سيستم اللي احنا بدنا نشتغل عليه وظيفته. فاحنا بس نعمل هون سيف نروح ونسميه هاي سب سيستم ديسكريبشن فايل دوت سب، بنسميه سيستم 1 مثلا، انا اقدر اسميه سيستم 111 اوكي وسيف. هاي سيفنا. ثاني هلا بحكي عن باقي الشغلات برضه لازم نحطه سيستم 111 هذا اسمه دوت مون نحطه. ثالث برضه لازم نحطه سيستم 1111 مثلا دوت كون هذا سيف. هلا لاحظوا هذا السيستم شو وظيفته السب انه بيعبي هاي يعني بيانات هاي السب يعني انه السيستم تبعك اسمه وشو السيستم اللي انت بدك تدرسه هون بيعبيهم كل هذه المعلومات. طيب المونيتور اليمنت داتا فايل يعني هذا الفايل شو وظيفته الدوت مون جواته معلومات هاي الفي مينيمم الفي ماكس الدروب والرايز هلا بحكي عنهم. طب هون الصحات شو هاي معناتها انه هل انت بدك تدرس الباس فولتج رينج والباس فولتج ديفيشن ولا لا؟ طيب شو هذول ايش هذول؟ هلا مثلا الباس كانت فولتيتها 1 بير يونت صارت 0.94 بير يونت 0.94 هل في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ أيوة أنا هون بحكي له في مشكلة لازم تكون 0.5 كمينيموم. إذا ما صارت إذا كانت أقل من 0.5 احكي لي بعد شوي بس نطلع الأوتبوت ريبورت احكي لي إنه في هذا مشكلة. إذا تعدت لو صار مشكلة معينة كونتنجنسي حكينا شو بصير 1.05 برضو تعدتها شو احكي لي. طب الدروب والرايز إذا قلت الفولتية بنسبة كيف يعني؟ يعني كانت 1 بير يونت صارت 0.96 طب هل هي أقل من 0.95؟ لا فيش مشكلة بالفي مينيموم، لكن في مشكلة بالدروب كانت 1 صارت 0.96 كم نقصت 0.04 نقصت صح؟ فهون بطلع لي في مشكلة بيحكي لك هاي نقصت كثير. والرايز نفس الإشي زادت كثير هاي بالنسبة للفي مينيموم والدروب والرايز. بالنسبة للcontingency description data file هاي إيش بدك أنت تطلع؟ بتطلع لك الoutput يعني ببساطة. فأنت بتحكي له قال هاي بنشيلها حكينا. هل بدك single contingency ولا double contingency؟ بتقدر تحطهم الاثنين طبعاً. هل هاي شو single line يعني أنا بدي contingency واحدة مش double contingency؟ هل بدك بس double contingency ولا parallel circuit contingency حسب؟ فأنا بدي بس single contingency حسب ما هو طالب بالسؤال. فإحنا بنحكي مثلاً بدي single contingency. وبنعمل إيش؟ go لاحظوا دوت مون دوت ساب كله صار. المهم نروح على ديف اف اكس هاي شو بنختار؟ بنختار هون نحط ديستريبيوشن فاكتور اوتبوت فايل نروح برضه عند نيو تو بنسميه سيستم 111 وسيف تمام واوكي وبنعمل مره ثانيه جو كلوز. هسه نروح مره ثانيه على باور فلو باور فلو حكينا سوليوشن او ايش كانت ريبورتس او استنى شوي اتذكر يعني كونتينجنسي ريلايبيليتي بي في كيو في اناليسز اوكي بدنا نعمل كونتينجنسي. اول شيء حكينا بنعمل نيو نيتورك كرييت سبمن وبعد ما نعملها شو بنروح على الكونتينجنسي وريلايبيليتي اناليسز كيزي اي سي كونتينجنسي سوليوشن نختار هاي نختار زي النيوتن رافسون تذكروا الباور فلو بس نسول بنعمل فلوك تاب ديسيبل لوك اول هاي اللي ادجست حكينا نخلي تشيلها اذا بدنا او نخليها مش مشكله والفول نيوتن رافسون فهذول لوك ديسيبل لوك اول هاي لازم يكونوا موجودات هيك اوكي. فول نيوتن رافسون مهمه جدا هاي مهمه جدا اهم شيء لازم تنحط فول نيوتن رافسون اوكي. نسمع التولرانس بنخليها 0.5 اوكي تمام. هلا هون نحط ايش الـ contingency solution output file يعني وين دي يطلع الـ solution حطه هون dot acc يعني ثاني واحدة نروح على new نسيب مثلا system 111 هيك نسميه وسيف. الباقي ما في داعي بس هاي بتكون موجودة dfx لازم تكون موجودة لو ما فيها موجودة في لو مش موجودة في مشكلة عندك. وهاي الثانية اللي هي حيكون عليها الـ output هي dot acc. طيب نعمل ايش solve شوف فيش مشكلة أمورنا تمام. بعدين نعمل إيش ريبورتس. هلا بالنسبة للريبورتس شو نعمل؟ نختار spread overload reports spread loading table
تخلي هاي بعدين ريتنج 1 ست 1. هلا الكونتينجنسي كيس شو بدك اياه، ريتنج ست 1 ولا 2؟ يعني الكونتينجنسي على اي ريتنج نحكي عنه ريتنج 1 مثلا، الاكسلود انترفيرنس هاي بنحطها صح وهاي صح، هذول انا هيك خليته انه بدي اياها مع الريتنج 1 الكونتينجنسي يعني، وباقي ما بنغير فيه وبنعمل ايش جو كلوز كلوز كل شيء بنشوف الاوتبوت. شوف الاوتبوت اوكي. لاحظوا هون سنجل لاين اذا صار فصل هذا اللاين 3001 ل 3003 ايش راح يصير لو فصل هذا اللاين؟ شوفوا هون دي انيشال عندنا تمام، وعندنا في كونت هاي الكونتينجنسي وفي ماكس وفي مينيمم. طيب شو هذول ببساطة؟ ايش هذول؟ هذول يعني هم واضحات بس شغلات بسيطة. المين ماكس اللي احنا حطيناهم الانيشال قبل ما يصير كونتينجنسي، قبل ما يصير كونتينجنسي هاي الفي انيشال. طيب في كونت ايش هاي؟ بعد ما صار كونتينجنسي. هل بعد ما صار كونتينجنسي لاحظوا ان كل القيم حتكون اقل من في مينيموم، لانه ما حيظهر لك الا اللي اقل من في مينيموم. طيب واحد يحكي لحظة شوي هاي أقل من في مينيموم تمام، وظهر لي إياها إنه صار عليها مشكلة ودير بالي منها أقل من، وهاي نفس الإشي بس هون لا ولا هاي. بقول لك صح هي مش أقل من في مينيموم، لكن لاحظ شو نوع المشكلة deviation، يعني في مشكلة deviation يعني أقل. لاحظ 0.99 صارت 0.959 قلت بأقل من 0.03 صح مقدار يعني النزول، فايش حيظهر لي اياه ولا لا؟ حيظهر لي يقول لي ديفيشن، في مشكله بالديفيشن اوكي لبس هذا اوكي. هاي هي بالنسبه لهاي الشغلات اوكي. طيب هلا بالنسبه هلا بالنسبة لل ثواني نروح على مرة ثانية باور فلو كونتينجنسي كله تمام، اعمل سولف مرة ثانية واعمل ريبورت واختار هاي مثلا سبريد شيت لودينج تيبل اوكي وحط جو صح. لاحظ ايش هذا اللودينج تيبل؟ شو الفرق بينه وبين الاول؟ ايش الفرق بينه وبين الاول؟ ايش رايكم؟ خلينا نطلع هون وبتعرفوا الفرق لحالكم. هلا هون يعني درس لي كل الكونتينجنسيز وعرض لك نتائج كل الكونتينجنسيز كل الكونتينجنسيز اللي اثرت على السيستم وعملت اشياء غلط واللي ما اثرت. يعني هذا زي كانه ريبورت كبير اكبر بس على الفاضي. يعني مثلا يعني انا ببساطه ليش انا لان هون ما طلع لي انا مشكله بهذول، بس هذول لازم يطلع مشكله يعني بدي افرجيكم مشكله. يعني مثلا هون هذول ايش لللاين. هلا احنا عندنا اخترنا مشكلتين، يا اوفرلود على اللاين يا فولتج زياده او نقصان الفولتج، يعني في مشكله بالفولتج. فليش ما طلع لي انا مشكله على اللاين؟ ليش ما صار اوفرلود؟ لانه حرفيا فيش ولا لاين صار عليه اوفرلود. يعني ليش يطلع لك مشكله لللاينز؟ هي لاحظوا هون هذول كلياتهم لاينز. لو قلنا انه صار سنجل لاين كذا لو نشال هذا اللاين شو تاثيره على البرانش هاي اللي هي من 3001 مثلا ل 3002 اوكي تمام. لاحظوا هاي البيرسنت اوكي. طيب شو هاي البيس كيس؟ هاي البيس كيس يعني شو كانت؟ طبيعيه
قبل ما يصير أي مشكلة. فهو بيحكي لك إنه 3001 واحد 3002 لو صار عليه سينجل لاين هاند انشال، هذا اللاين انشال شو راح تصير الريتنج تبعته؟ أكيد مش راح تتغير. طب الميجا وات صارت زيرو، والفار زيرو، والهاي زيرو، طب البرسنت زيرو، مش عليه لود، في عليه أوفرلود. لا نشوف الثاني فيش تغيير. طب هذا لاحظوا، هذا لاحظوا هاي إذا صار هاي 800 149 127 100 برضو ما في أوفرلود. طب أنا بدي أعمل أوفرلود تمام على السيستم، خلينا نشوف إيش اللي ما عليهوش مشكلة نعمل عليه أوفرلود. يعني مثلا أنا بدي هيك أغير شوية السيستم، وينه البرانشز الأي سي لاينز، ونغير الريتينجز. الريتينجز مثلا لحظة هون الريتينج مش معبية أصلا يعني، فلازم أعبيهم يعني. خلينا نحكي 100 100 100 مع إنه يمكن برضه ما يطلع، يمكن لحظة هون سوري 100 100 100 100 ومشان هيك ما طلع لي أصلا لأنه فيش غير واحد معبى. لكن إحنا بنشوف هسا. يلا مرة ثانية باور فلو AC contingency solve reports exclude وspread. بدناش كل إشي load، أنت overload table بس أي إشي في مشكلة. أوكي طيب ونعمل go شوف هل إشي تغير ولا لازم نعيد من أول عشان يطلع لي المشاكل. لا مش ضروري نعيد الأول خلاص هيك. لاحظوا هالمرة طلع لي إيش هذا ال overload table، يعني بس اللي موجود هون اللي عليه المشاكل. يعني أول واحدة اللي عليه المشاكل، الثانية اللي كل شيء بطلع لك، أنا بديش كل شيء بس اللي عليه المشاكل. لاحظوا هذا 213.2% صار أو هو أصلاً يعني البيس كيس تبعته هيك. أنا بحكي لكم حطيت أرقام من عندي، يعني هاي البيس كيس، يعني هاي قبل ما يصير عليه مشكلة. أنا أصلاً من الأرقام اللي حطيتها، أنا حكيت أرقام هيك من اول كان عليه اوفرلود. اوكي بس هو بالاصل المفروض ما يكونش عليه اوفرلود، بس نعمل كونتنجنسي. يعني خلينا نشوف مثلا 3001 مثلا 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 لاحظ بس كيف تغيرت الميجا وات. لاحظوا 3001 ل 3003 ايوه 3001 و3003 لاحظوا الميجا وات والبيرسنت كان 202.5 البيس كيس، بعدين شو صار 259.2 متى لو فصل لاين 3001 3002 الاي دي تبعه 1. فلاحظوا تغيرت الميجا وات زادت والميجا بار زادت والام في اي طبعا اكيد زادت، يعني فالبيرسنت الاوفرلود عليه صار 267.5 الي اوكي طيب. والباقي كله عليه في مشاكل هون. والفولتجز طبعا زي ما اتفقنا، شو انواع الفولتج حكينا؟ ديفيشن ورينج، انه تعدت الرينج طبعا. مره ثانيه الارقام اللي انا حطيتها مش منطقيه، بس انا بس بدي اورجيه مشان يطلع افرجيكم الريبورت يعني. لكن خلينا نعدلها مره ثانيه ونشوف نحط رقم منطقي. يعني مثلا هون شوفها والله 200 200 200 او في واحد 305 اوكي خلينا نشوفها. اوكي خلينا نحطهم مثلا 270 طيب ما ممتازة هلا الامور. نعمل ايش كانت الاي سي كونتنجنسي لوك اول نيوتن رافسون ونفس الاوتبوت فايل. انا بضل قاعد بغير على الاوتبوت فايل، يعني اذا بدك تعمل اوت فايل جديد مش مشكله. سولف ريبورتس ريتنج 1 ريتنج 2 اوفرلود احنا بدنا بس 1 هاي صح نعمل جو تك 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 ان شاء الله هسه تطلع لنا ارقام اقل مشاكل. هي بس هذول المشاكل شوفوا. هلا ليش طلع لي البيس كيس هو قبل شوي؟ ليش طلع لي البيس كيس؟ لانه اصلا البيس كيس عليها مشاكل. طلع لي انه البيس كيس بيحكي لك انه البيس كيس عليها مشاكل،
هلا نشوف هون بيحكي لك اذا 3000 واحد 3000 صرنا شلنا هذا اللاين تبعته، حيصير على هذا هذا اوفرلود. اذا شلنا هذا اللاين الريتنج تبعته 170 في الميجا وات، كم صارت 274؟ الام في اي 313.9، فاوفرلود 113%، وكلهم نفس الشيء، والفولتجز نفس الشيء. اوكي هاي بالنسبه للكونتينجنسي، هاي بالنسبه للكونتينجنسي. طيب هلا بالنسبه لل، لو بدي ارتب هاي الكونتينجنسيز كمشاكل كيف نرتبها؟ بنرتبها بمكان واحد اللي هو نروح على باور فلو، مش هون لينير نتوركس سنجل كونتينجنسي رانكينج، نروح عليه بنروح على هاي نخليها ريتنج 1 اول كذا انكلود. اوكي سيستم سب سيستم هذا بنحطه تبعنا السب تبعنا، وهنا المون تبعنا، وكونتينجنسي اوتبوت برضه تبعنا صح؟ لا مش تبعنا، هون بدنا نطلع اوتبوت فايل جديد، فبدنا نسمي اوتبوت فايل جديد نسمي سيستم 11111 او مش 111 مثلا 2222 هيك سيف. تمام هذا جديد الاوتبوت فايل جديد، هذول بتحطهم نفسهم. اوكي اصلا هي مبين يعني بهاش واحد، يعني بتفتح بيطلع لك اوبن. شو يعني اوبن؟ يعني بده فايل قديم، تفتح هاي شو بيحكي لك سيف، يعني بدك تسيف فايل، يعني اكيد مش حتسيف على فايل موجود. اوكي يعني بس من هاي الشغله بتبين معك. هلو اول باسز ولا سيلكتد باسز، يعني ايش بدك؟ بدك تدرس كل الباسز؟ اه بدي ادرس كل الباسز اللي اشتغلنا عليهم. فبنعمل ايش؟ اوكي نستنى هيك ندعي انه ما يطفي، واحتمال كبير انه يطفي. ممتاز ما طفى، هو علق طفى، بدك تعيد مره ثانيه الخطوات. هلا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نمبر 1 2 بتفتحه اللي هو 2، هي بتفتحه اوبن with شيل هاي نوت باد. اوكي هاي طلع لك هذول، هذول البيرفورمانس اندكس بي اي، هاي بيرفورم، هاي بترتب لك انه مدى سوء كل فولت مدى سوءه بالترتيب. اوكي فهو اعطيك هيك ترتيب، هاي بالنسبه للاوفرلود، لاحظوا اوفرلود هاي بيعطيك انها فولتج في ال تي جي اي يعني فولتج. اوكي وهون بحكي لك اللي هي اوبن لاين الكونتينجنسي اللي صارت اللي أدت لهذا المشكلة، هون نفس الإشي contingency اللي صارت اللي أدت لهاي المشكلة. أوكي طيب هون PI حكينا، بس هذا هو بس إنه بيصنف لك ترتيبهم ranking للcontingencies. أعطى الإشي مثلا، أعطى المشكلة أسوأ مشكلة هون وبس، هاي بالنسبة للcontingency analysis. ويعطيكم العافية.